أنتم مع الشعر ودروبه، حياكم الله أن تقدم لشاعر مبدع يرتكب كتابة القصيدة النبطية هي ورطة، ورطة في اختيار ما يتناسب ومكانته، وأن تأتي لتقديم شاعر الفصحى والنبطية والناقد والمدرب الإعلامي، هنا فقط تمتلكك الحيرة، فمن تقدمنا لابد وأن يقدمنا. قال عن شعره: تباهت بك رياض الشعر يوم أن الطروق عجاف، وناجتك المزون الغر وانت وبلها الهامي، وغنت بك ذعادي المثل في عالي المشراف، وزفت لك تعابير الوفاء نزهات الأقلامي. الشاعر والإعلامي عبد الله السميح، حياك الله يا أبو متى. مرحبا، مساك الله بالخير، تحياتي لك، حياك الله مشاهدي روتانا. تفضل. حقيقة أبو متعب، يعني فعلا أنا احترت يعني في الطريقة اللي ممكن الواحد يقدمك فيها. أنت شاعر من الزمن الجميل، زمن يا خلنا نقول القصيدة العظيمة والهم الشعري اللي كان ينتاب الشاعر. أنا أبي أبدأ عن هذا الزمن الجميل اللي لا زال، أو ما الذي بقي في ذاكرة عبد الله السميح يعني من الزمن الجميل، ما الذي بقي؟ شكرا أستاذ فهد، وشكرا لهذا التقديم، وهو لا شك تقديم مهني، والمهنية لا تستغرب على روتانا وعلى مقدمي روتانا، ولا أريد يعني أن أكل المديح لأنني قد أجد كثير من مجالات النقد فتحملوني. يعني الزمن الجميل والشعر الجميل لم يبرح الذاكرة ولم يزل. إذا ارتحل الإعلام الشعبي أو ارتحلت الصحافة الشعبية فهو باقي في ذاكرة الجميلين من زملائي، يعني جيل، استطيع أن أسمي جيل الثمانينات أو ما بعد، إحنا يعني بدأنا في بداية الثمانينات. نعم. وسبقنا جيل، ذلك الجيل المسكون بجمالية القصيدة، ذلك الجيل المسكون بجمالية القيم. نحن كنا ننصت خاشعين في كثير من المجالس أمام ما نسمع من القصائد، وكانت تختزل الذاكرة تقريبا كل ما نسمع. قد لا تستغرب أخي الكريم أنه كثير يعني من ذاكرتي، خصوصا يعني ذاكرتي النبطية إنجاز التعبير، اي نعم، اختزلتها من مجالسة كبار الشعراء، وكنا دائما نتعلم، كنا نراها منتديات للشعر والإبداع ومنتديات القيم أيضا. لا أخفيك شعورنا بعد ذلك، يعني فيما إننا نعتقد أننا أسسنا أو تأسسنا التأسيس الصحيح، أن وجدنا أنفسنا في متاهة الشتات بعد ما أصبح الإعلام هو الغاية وليس الشعر. جميل. خضير البراق، عايض العصيمي، وأيضا الحميدي الحربي، مجموعة أسماء يعني جاءت يعني أو تواكبت مع بداياتك. نعم. أنا بسألك عن هالأسماء، وبسألك عن إلى أي حد مورس الإقصاء لشاعرية عبد الله السميح في تلك الحقبة. حقيقة أنا أجد الآن أنه فيه انفصام بين الأجيال الشعرية. طبعا أنا جئت للساحة وكان الشاعر القدير عايض محمد العتيبي نجم، الحميدي الحربي كان نجم، مجموعة من جيلهم، حنا كنا في ذياب بن عبود الله يذكره بالخير، كانت أسماء كلها دائما نترصدها في صفحة خزام الصحاري عند محمد بن زبن بن عمير الله يرحمه، أو عند الأستاذ راشد بن جعيثن في اليمامة، أو عند عبد الله الثميري قبل ما يكون الحميد الحربي. يعني كان فيه ترابط
بين الأجيال، وإن كنا نحينا منحى التحديث جميل. أو التجديد في النص الشعبي. يعني أنا من الشهادات أو الآراء اللي أعتز بها أنه محمد بن زبن بن عمير الله يرحمه كتب مرة مقدمة لقصيدتي، قصيدة ريق، قال إلى الذين يبحثون عن التجديد في الشعر الشعبي عليهم أن يقرأوا هذه القصيدة جيدا، وسيعلمون أن كاتبها يأخذ قصب السبق على أقران. كانت شهادة كنت أتيه وقتها زهوا وخيلا. جميل. نفس الشيء يعني ضمن احنا في سياق الشهادات، وكيف انه الشعراء الكبار، كبار فعلا، كبار نفوس وكبار قيم وكبار مقامات سامقه، كيف كنا نشعر بالابوه تجاههم. جميل. انا اتذكر اول مشاركه لي في الجنادريه عام 1409، وكان لي قصيده الحمد لله يعني حصلت على يعني اصداء جميله. انا فوجئت بالشاعر الكبير مطلق الثبيتي وانا انزل من المنصه، وهو كان في منصه الجمهور، وانا بعد ما القيت قصيدتي يعني ترجلت، فجئت يعني عائدا لمكاني، فوجئت بالشاعر الله يرحمه الكبير مطلق الثبيتي ينزل ويقابلني وهو لا يعرفني. اتذكر كان جنبه الله يذكره بالخير الشاعر جهيم الذيابي، فقال يقول لي جهيم الذيابي ابو فيصل يبغى يسلم عليك يا عبد الله. اثريها اثناء ما القي قصيدتي كان يسال عني. جميل. قال هذا كذا. طيب لازم تتذكر انه كيف انه كان شهاده الكبار في تلك الفتره. ابو متعب، انا معي شاعر واعلامي معنا على الاتصال الان، يفترض اني ارحب فيه باسمه وهو غني عن التعريف، لكن أنا بشوف إلى أي حد أنت ممكن تتعرف على هذا الصوت المعروف. مساك الله بالخير. أهلا وسهلا، مساك الله بالخير، حياك الله. أنا بترك لأبو متعب أنه يتعرف على يعني أنت شاعر من الزمن الجميل والزمن الحالي، وإعلامي زمن الجميل والزمن الحالي يعني. وهو كذلك أيضا أبو متعب يعني. أنا نختبر ذاكرتك إلى أي حد تتعرف؟ ترى وما تحدث الزميل بالشكل. مساك الله بالخير يا أبو متعب. مساك الله بالخير، كيف حالك يا أخوي؟ الله يسلمك. أنا أشكر الأول شيء الأخ فهد أنه طال عمرك استضافك، وأنت فعلا من أيام الزمن الجميل، والزمن الجميل مستمر بأمثالك، هذا واحد. الله يسلمك. شيء الآخر، أنا أدري أن العمل الأكاديمي والشعر الفصيح أخذك من عالم الشعر الشعبي، لكن أنا متأكد أن ذلك الطفل لا زال يصرخ في أعماقك، ومتأكد أيضا أنك لو يعني ابتعدت عن الشعر الشعبي، أنا متأكد أن الشعر الشعبي تشبث بأمثالك، لأنك أبو نايف سعد مساك الشاعر والإعلامي خبير البراق. مساك الله بالخير. هلا وسهلا، مساك الله بالخير. الله مساء، الله يسعد مساك يا أبو نايف. وسبحان الله، أنا كنت يعني كنت أنت ومجموعة من الأسماء الجميلة تعتمل في الذاكرة منذ الصباح، فما أدري أبدأ بمين، ولكنك بدأت أنت كعادتك، يعني هطلت هطول المطر. الله يطول عمرك، فرصة طيبة، وأنا شاكر على الفرصة وشاكر للأخوان يعني هل أيضا المداخلة اللي أسعدوني فيها. أبو نايف، أبو نايف، أبو نايف، أبستغل تواجدك يعني معنا وبسألك عن أبو متعب، يعني الشاعر اللي شاعر القصيدة النبطية، وأبو متعب شاعر القصيدة الفصحى، بصراحة أيهما يستهويك أكثر يعني؟ والله بصراحة في كل الحالتين أبو متعب ما شاء الله رجل مبدع، والشاعر المبدع ما عليه خوف يعني، خصوصا إذا تأسس مثل عبد الله، رجل بنى نفسه من يعني على ما قال من 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 البداية يعني، رجل فعلا يعني عصامي من الطراز الأول يعني، رجل لم تشغله الكتابة ولم يشغله هاجس الشعر عن تأسيس نفسه أكاديميا، ورجل راح وتغرب وابتعث وجاء مسفر وجميل، يشرف الشعر الشعبي ويشرف الشعراء الشعبيين ويشرف
قيمة الكلمة وقيمة اللغة في حالتيها الشعبية والفصحى والإبداع أيضا. فعبد الله ما في الكلام يعني شاعر، بس إنه يمكن أخذت اللغة الفصحى، وأنا أدري إن يعني جو الفصيح يختلف عن جو الشعبي، وبالتالي المخزون وما يلي ذلك يعني. لكن عبد الله يتجلى في كل الحالات صراحة، في شعره الفصيح العمودي الجميل الرصين الأصيل، وفي قصيدته الشعبية التي ما تزال يعني في ذاكرتنا جميعا. الله يوفقك يا أخي. جميل أبو متعب، تبي الداخل مع أبو نعيم؟ نعم تفضل. قد يخذني الكلام أمام انثيالك يا أبو نايف يعني، وأنت زميل المرحلة الشاعر الراقي، لا أريد أن أبادلك مديحا بمديح، وأنت تعرف رأيي جيدا في زملاء المرحلة. أنا أعيد لك السؤال، أنت قلت أن أخذتني أنا القصيدة الفصيحة، وأنت طبعا لم تأخذك القصيدة الفصيحة، وإن كنت أعرف أن الكتابة وكتابة المقالة، وهذا سبق وقلت هذا الرأي، أنه خضير البراق يكتب مقالة يتجاوز بها كثير من الكتاب الذين أفنوا أعمارهم في الكتابة. جميل. لكن طالما أنك غائب ككاتب فلماذا تغيب كشاعر أيضا؟ والله يا أخو كان موجود الحقيقة يعني، لكن الفترة اللي تركت فيها الإعداد والصفحات والمنتدى الشعبي يعني أنهكتني كثيرا، وحاولت أني يعني أعطي نفسي شوي وقت مستقبل بحيث أن الواحد يلتقط أنفاسه. جميل. وعندي انشغال يعني مع بعض الإصدارات أحاول أني أجهزها إن شاء الله، ولا أنا موجود يعني. طيب أبو نايف، يعني هذا السؤال وأسئلة أخرى ناخذ منك وعد يعني أمام المشاهدين وأمام أبو متعب أنك تكون ضيفنا في حلقة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله نشوف الوقت المناسب وأتشرف. والله يا أخ فهد أنت رجل أيضا يا أخي جدير وسام ناضج وتضيف للبرنامج الشيء الكثير، الله يعطيك العافية. شكرا لك الشاعر والإعلامي خضير البراق. أبو متعب بستكمل معك الحوار بعد الفاصل الأول في البرنامج. من جديد حياكم الله، أنتم مع الشعري ودروبه، ضيفي وضيفكم الشاعر والإعلامي عبد الله السميح. أبو متعب، قبل ما يعني نبدأ أسئلتنا في الجزء الثاني نبي نسمع أول نص من اختيارك. يقول: بيني وبينك من صروف الليالي، بيني وبينك من صروف الليالي، مهامها صده وطود المقادير، وانا على رجم التوجد الحالي، اكابد الحيره وهوج التفاكير، ادير طرفي للسنين الخوالي، واشوف عذبات الليالي مدابير، اذكر لو التذكار جرفا هيالي، ملامح اللهفه ودمع المعاذير، ايام ذروه لوعتي واشتعالي، وركاب شوقي لك ورود ومصادير، وانت انت ندى غيمه وشرهات غالي، تبدي وملفاها معزة وتقدير، وطلالة فوق الشعر والخيالي، إشراقها يطفي شموع التعابير، واليوم اليوم صرت بغفلة الوقت سالي، شبهت غيرك وانت تفرق عن الغير، اليوم صرت بغفلة الوقت سالي، شبهت غيرك وانت تفرق عن الغير، شديت عن مربغ غلاك الرحالي، طويت وجدك وانتويت المحادير، تمرك أطياف تمرك أطياف الغلا ما تبالي، حيف من كنت اختلاف المعايير، وانا تلاوعني هبوب الشمالي، وتمزق ايامي سيوف الدياجير، في صحصح من نفحة الفجر خالي، فيها الهقاوي من عناه معاثير، تبلدت كل السنين التوالي، ومسابها الشاعر خلوج على ضير، يا من جوابي عنك يذبح سؤالي، تقطعت دونك عزوم المداوير، وما دام ذيب الياس دونك عوالي، والوصل ما له من يمومك، تبى شير حقك
علي يغليك في كل حال واذكرك ما دع ذلك الشوق بالخيل. حقك علي يغليك في كل حال واذكرك ما دع ذلك الشوق بالخير، وانا ولو حيف السنين متوالي ما ضعضعت صبري هبوب المعاصير وانجعجعت، وانا ولو حيف السنين متوالي ما ضعضعت صبري هبوب المعاصير وانجعجعت بعض الزعانف حيالي، هيهات يزعجني في حيح المثابير وظن صداتي وطول انعزالي مع كف رجلي عن جميع المسايير وتعرض البيدة اللي ضاق بالي وقفايتي مع جرهد الياس تبرير تبرير خذلان الرفيق الموالي، وان العرب ما عاد في عرفهم خير. سلامت الله سلمت ابو متعب. الفترة اللي انتم برزتوا فيها كانت النوافذ الإعلامية بسيطة ومحدودة يعني في ذاك الوقت عكس الوقت الحالي. أنا سألت في سؤالي السابق أنه عن الإقصاء، القصيدة كانت مكتملة عند عبد الله سمية، إلى أي حد مورس بكل أمانة الإقصاء ضدك أنت شخصيا؟ مورس وبشكل يعني يخلو من 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 شرف المنافسة، مورس بشكل مفزع. وكان يعني للأسف أنا اكتشفت أنه كان في مليشيات شعرية تستهدف عبد الله سميح، ويعلم الله يا أستاذ فهد أنا ما كان بيني، أنا كنت في تصالح مع الكل. لماذا؟ أنا لا أدري حتى الآن، أنا عرفت فيما بعد، لكني أنا كنت أحس شيء من هذا. لذلك يعني أنا كانت قضيتي يمكن في النص النبطي كانت قضية الشعر، قضية حضور الجزل وإزاحة الزائف. كنت دائما لو تستعرض قصائدي وأنا يعني وهذه يعني لبرنامج دروب الشعر أنه أنا بصدد إصدار أكثر من ديوان صوتي إن شاء الله، لأنه كثير من الأحبة طلبوا مني كثيرا. جميل. مورس الإقصاء وبأساليب أشبه ما تكون يعني بالخسة حقيقة. لكن مع هذا ظل بقي فيه أيادي منصفة ووجوه مضيئة. وللتاريخ يعني أنا أذكر محمد بن زبر بن عمير الله يرحم من أوائل من أنصفوا عبد الله السميح كشاب مبتدي. وخليني أذكر لك طرفة في هذا المجال. كنت أنا حاضر عند عايض محمد العتيبي وكان عازم محمد بن زبر بن عمير، فيقول محمد بن زبر بن عمير والله يا أخي يا عايض أنا جتني قصيدة لشاعر اسمه عبد الله السميح ينطقها السميح وهي السميح، والله يا أخي. قال عاد عايض يا رجال هذا خرابيط، أنا أقرأ له في الجرائد بس أنت يا أبو. طبعا أنت كنت موجود محمد. أنا كنت موجود. نعم. قال له والله أنك ما أنصفت، عاد خل القصيدة لين تنشر وتتأكد أنه شاعر ولا ما هو بشاعر. عاد خلينا صار سواها عايض مفاجأة يعني بعد ما منا أخذنا، قال هذا هو تراه عبد الله السميح. فكان من أنصفوني. أيضا لا أنسى الأستاذ القدير والشاعر الذي أنا أقول أنه امتصته الصحافة وجعلته يتوه بعيدا عن دروب الشعر، وهو الحميد الحربي. الحميد الحربي يعني من ممن أنصفوا عبد الله السميح، وأيضا خالد السياري الله يرحمه كان شاب جميل توفي، هو شاب لكنه كان أشرف على صفحة وكان يشرف بعقلية المثقف لأنه كان مثقف وكان جامعي وكان أيضا ابن الشاعر القدير عبد الله السياري، وهو يعني ابن أخ الشاعر اللي أنا أيضا أكون لكل تقدير واحترام لأنه من أوائل من شجعوني هو الشاعر القدير ناصر محمد السياري. جميل. أبو متعب يعني التجديد في بنية القصيدة النبطية في تلك الحقبة هي محاولة محفوفة بالمخاطر
لأنه أنت تجلس في مجلس أنت سميت بمنتدى أشباب المنتدى الأدبي والثقافي وتسمع قصيدتك ويرد عليك والقصيدة يعني قبل شوية تقول رجم المحاني أو شيء من هالقبيل يعني أي يعني هذه في 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 المجلس عندك أو عند اللي يستمعونها بيكون عبد الله هذا يعني إلى أي حد أنت قدمت على هذه المخاطرة أنا أسميها مخاطرة وأنت مقتنع تمام الاقتناع أنه هذا هو الشعر والقادم أجمل. نعم وهذا يعني هو المنهج الحقيقي يعني الشعر هو مغامرة الشعر هو مغامرة من بدايات الشعر يعني من عهد امرؤ القيس إلى الآن هو الشعر مغامرة وكسر للسائد وكسر للمألوف السائد في الذائقة والمألوف في الذائقة لا أخفيك أنه أنا تعرضت يعني الكثير من النقد ممن يكبرونني في ذلك الوقت سنا ويتساءلون يعني عن بعض التوصيفات وبعض الصور طبعا أنا أجامل بحكم يعني المجاملة الاجتماعية لكني لا أتنازل أبدا ولم تكن مقتنع يعني لا 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 أبدا بآرائهم في قصيدة لا لا لم أكن لا لا أنا الشاعر حينما يكتب قصيدته بالرؤية الفنية التي يقتنع بها طبعا لا أقول أنه يجزم بكمال هذه القصيدة لكن أيضا أنا أعتقد أنه من الأهمية بمكان أنه يكون عندك مثل ما سميه في الإعلام يسمونه بري تيست اللي هو في الحملات الإعلامية نعمل اختبار على عينة من الجمهور قبل ما نعمم الرسالة أنا أعتقد أنه يهم كان يهمني أن 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 يسمع جيلي أنا جيلي جيد عبد الله السمية نعم فطبعاً القصيدة المتجاوزة يعني طبعاً لا أغفل الجيل السابق بالعكس أحترمهم وأقدرهم وسعدت بآراء لهم يعني في أنا كشاعر لكني أنا كنت مهموم بهذا الجيل وبقضايا هذا الجيل جميل وكنت أجد الصدى عند المتلقي وأنا لا أخفيك يعني أنا مستمع جيد ولي يعني قد خليني أقول قد يصدم هذا القول قد يصدم الذهنية الشعبية يعني أنا أول المتلقين زوجتي وكثيرا ما عدلت بعض القصائد لأن لها ملاحظة هي يعني إنسانة متعلمة ومثقفة إضافة إلى بعض الأصدقاء القصيدة النبطية أي طبعا القصيدة النبطية طبعا طيب. لا أخفيك ليس كل القصائد يعني. جميل طيب أبو متعب في تلك المرحلة وفي ذاك الزمن كان في سجال يعني وصل إلى صفحات الجرائد بين من ينتصر للنبطية القصيدة ومن ينتصر للقصيدة الفصحى يعني مع من كنت في تلك المرحلة ولماذا اتجهت بشكل يعني ساهم في إقصاء النبطية يعني عندك للفصحى أولا هو لم يقصي النبطية عندي وأنا سأعطيك إن شاء الله الكلام المقنع في هذا الشأن لكن أنا كشاهد مرحلة ثارت معركة سموها معركة الفصحى العامية طبعا أنا لا أخفيك أنه أنا كنت متحمس للنبطي وكنت مدافع ويمكن من ضمن الأشياء اللي أنا يعني أعتبرها حماقة كتابية يعني كنت رديت على أستاذي القدير أستاذ حمد القاضي الأديب الكبير اللي أنا عملت معه أكثر من 20 سنة مشرف على ملف هو جابني بعدين يمكن بعد المقال كانت مقالة يعني فيها شيء من النزق والمراهقة الكتابية وكنت أدافع باستماتها أنا الشعر الشعبي لا أخفيك أنا لم أقصي التجربة النبطية وأنا كثيرا ما سئلت عن هذا لكنه أثناء المعركة في أشياء أحيانا مواقف تغير جميل في آرائك وفي اتجاهاتك كان من حسن حظي في تلك المرحلة أن الأستاذ حمد القاضي الله يمسيه بالخير كلفني بإجراء حوار مع الشاعر الكبير حسين سرحان وأنا وكان يقول هذه يعني هذا تحدي لك يا عبد الله لأنه الشاعر حسين سرحان الله يرحمه كان في فترتها معتزل الصحافة ومعتزل وأخذ فترة طويلة فجازفت
هي جزء من المجازفة الشعرية. أيضا الإعلام هو جزء من يعني الإعلامي الحق هو من يتمثل المجازفة لإرضاء جمهوره وأهم جمهوره. قابلت أستاذ حسين سرحان، لا أخفيك أنا قدمت للقاء، طبعا لا أستطيع أن أكتب لحسين سرحان قصيدة فصحى هذا الهرم الشامل، نعم، فخشيت أني أتأثر رغم أني أنا كنت قبل ما أكتب القصيدة النبطية كان لي محاولات لكنها كانت محاولات ساذجة ونظم وتجاوزتها، فكنت أقول له ضمن ما قلت له، وهذه أتمنى أن أعرج عليها في مسألة أيضا الفصحى أنه قلت له، كنت أقول يا حسين بن سرحان جيناك عانين والقصد شوفك يا حميد السجايا، يمكن تأخرنا لكن الميامين اللي سواتك يدمحون الخطايا، يا من بشعرك تستثير الخليين ويهز تشبيبك قلوب الصبايا، شعرك منار للرجال العريفين كالبدر يبهر من جميع الزوايا، لا تنزعج لو هم تناسوك يا حسين شعارنا صاروا إن شعرك ضحايا إلى آخره. أنا فوجئت وأنا أعطيها الأسئلة ويقبلها مني أنه اليوم الثاني يكلمني ابن أخيه زامل الله يرحمه يقول لي ترى الشيخ رد على قصيدتك. طيب أبو متعب أنا لأنه دخل علينا التواصل لأنه شيء مشوق، نعم، فنسمع رد على قصيدتك وإكمال حديثنا بعد فاصل قصير. إن شاء الله. حياكم الله مع الشعري ودروبه، ضيفي وضيفكم الشاعر والإعلامي عبد الله السميح. نستكمل الحديث الشيق، نعم، مع الأديب حسين سرحان. كان رد الشاعر الكبير يقول يا مرحبا وأهلين دايم وسهلين ولمثالكم مني جزيل التحايا، أنتم كما قلتم رجال وفيين فيكم مع الشيمة رفيع المزايا، وأنا استحي واخجل على العسر واللين قابل الظاهر ورد الخفايا، ماني ملزوم بحب الرديين ولا هواهم يتفق مع هوايا، والطيب دربه بين للمريدين اللي يبون يقصدون حفايا. الله الله الله، هذا الأديب رد، هذا الأديب حسين سرحان الله يرحمه. بس استكمال الموضوع المعركة، سألته كان يتزعم المعركة في تلك الفترة الفريق يحيى المعلم رحمه الله والشيخ عبد الله بن إدريس ومجموعة. حقيقة أنا لا أخفيك أني أنا أدركت فيما بعد أنا لم تكن معركة للفصحى، كانت معركة لأمجاد شخصية لا علاقة لها باللغة ولا علاقة، كانت منافسة على الحضور والوجهة الأدبية والاجتماعية والإثارة نعم. سألت حسين سرحان الله يرحمه يا أستاذنا ما رأيك في المعركة القائمة بين أنصار الفصحى وأنصار العامية؟ قال شوف يا ابني لا يخشى على الفصحى من العامية إطلاقا، وهذه يعني زوبة. ثم القصيدة النبطية فيها إمكانيات وفيها تجليات وفيها صور لا توجد في القصيدة الفصحى، ومثل ما أن في الفصحى صور لا توجد في القصيدة النبطية، فكان استشهد لي بقول الشاعر الصاحب اللي نتف القلب تنتيف تنتيف شقران الحرار العلفها، فكان يوصف لي يقول إنه الطير إنه ينتف اللحمة من الجذر، فهذا إمعان في التعذيب يعني في الصورة في الصورة. فقال الفصحى لا يخشى عليها وهي لغة القرآن، ولكن الخلود للشعر الفصيح. هذه من ضمن الأشياء أنا شعرت أنه ممكن الشعر الشعبي يجلس فترة ويذهب الشعر بذهابه، يعني ليس له خلود الفصحى. وأنا أذكر لك يعني في هذا السياق أنه لو كانت قصائد أبو القاسم الشعبي باللهجة الدارجة التونسية هل سنفهمه وسيكون له عندنا هذه المكانة الموجودة الآن؟ طبعا هذا لا يقلل
من قيمة القصيدة النبطية كقيمة فنية. نعم. لكن المشكلة أنه تبقى محلية، يعني يبقى مسألة انتشارها. نعم. يعني جميل أبو متعب، اتجاهك يعني أنت للفصحى، يعني كل الشعراء أو معظم الشعراء خلينا نتفق اللي يكتبون القصيدة النبطية عندهم محاولات لكتابة النص الفصيح. هل دخولك الإعلام ويعني تأثرك يعني مثلا بمزاملة الأديب حمد القاضي ومجموعة له أثر في أنه أنت اتجهت لكتابة النص الفصيح؟ لا لا والله حقيقة وللتاريخ، أنا تكونت ذاكرتي كذاكرة فصحى قبل أن تتكون ذاكرتي إنجاز التعبير النبطية. والفضل في هذا يعود لأستاذ في الابتدائي، أستاذ فلسطيني الله يطول عمره إذا كان حي ويرحمه إذا توفي، اسمه سليمان أبو شارب. تعلمت منه ثلاث أشياء: علمني الخط العربي، وعلمني الأدب، وفتح ذهني على شعراء كبار مثل المتنبي، وعلمني النحو. فهذه كل الركائز هذه هي ركائز القصيدة النبطية. إذا لم تكن يعني ملم بتجربة الشعراء القدامى وملم بالنحو وباللغة، طبعا هي جزء وليست كل القصيدة حتى أكون يعني موضوعي ومنصف، لا قد لا تستغرب أو قد تستغرب أني اقتنيت ديوان المتنبي وأنا في الابتدائي في السادس ابتدائي، وعندما قرر علينا نصر المتنبي قصيدته في بدر بن عمار، قررها علينا أستاذنا الكبير والمفكر وحيه الدكتور عبد الله الغدامي في مادة اسمها النقد التطبيقي، كنت أنا أحد طلاب فيها. حينما قرر علينا القصيدة المتنبي في الخد أن عزم الخليط رحيلا، مطر تزيد به الخدود محولا، كنت أحفظها كاملة عن ظهر قلب. الله. فلذلك أنا تشكلت يعني ذاكرتي وبنائي المعرفي على تجربة الشعر العربي الفصيح من العهد الجاهلي. طبعا جاءت بعدين تصبح عندك مفاضلات بين الشعراء، تقرأ هذا وتقرأ هذا، لكني أنا تأسست وتأسست ذاكرتي على الفصحى. فلذلك لم يكن من الصعوبة بمكان. طبعا أنا لا أخفيك أني أنا تأخرت لأنه كان فيه رموز كبيرة، ولا كنت أحبذ لنفسي أن أجازف بنصوص أو بمنظومات ليست شعر. جميل أبو متعب، يعني عندنا إحنا في كل حلقة من دروب الشعر فيديو يخص الضيف، نبي نشاهده مع بعض ونعلق عليه. تفضل. بمنعرج اللواء، قالوا سئمنا السوق دربا، فقال لهم امضوا، فما دربكم دربي، وما حلمي منكم بدان، وما ضوئي بمحجوبي. حث المطايا فلن ترتد راحلتي في إثركم، والمدى سمح ومنتجعي. أبو متعب، هذه الأمسية في عكاظ. نعم، في سوق عكاظ. سوق عكاظ بالطائف. وحنا في حديثنا عن الفصحى، وأنا قلت إنه أقصت يعني النبطية اتكاء على أنه أنا ما لقيت يعني في الحقبة الزمنية الأخيرة هذه نصوص نبطية أو مساجلات مثل ما كانت سابقا العبد الله السمية. هل طبعا سبب هذا عدم وجودها لأني قلت إقصاء، والأمر الآخر هل الشعر الفصيح اللي هو عبد الله السمية يعني يعيبه أنه يعني أكتب نص نبطي بكل أمانة يعني في هذه المرحلة؟ أبدا، أنا ليست هذه العقدة عندي. وخليني أذكرك بعض مواقف من مواقف زملائي. يا أخي، كان الشاعر الكبير سمو الأمير عبد الله الفيصل يكتب النص الفصيح
ويكتب النص الشعبي، وما كانت عنده يعني عقدة النبطي أو الفصيح. حسين سرحان نفس الشيء، عدد من الشعراء على مستوى العالم العربي مثل مظفر النواة جمهوره في الفصيح جمهوره في النبطي. لكن أنا تجربتي أنا أنه للأسف زملائي في الفصحى كأنهم يقولون أنه أنت يا عبد الله تهدر تجربتك بعد ما وصلت إلى الفصحى. أيوة ليه يعني كأنهم ينظرون لهذه التجربة بتوجس، وأنه أنت ما يجب أن تهدر جهدك في القصيدة النبطية. بالمقابل زملائي في الشعر الشعبي أو الشعر النبطي يعتبرون أني مارق على القبيلة النبطية، وأني أصبحت من الحزب اللي هم يرون. طبعا أنا ما أشوف يعني ينقص الشاعر النبطي إبداع، لكن أنا ما أدري يعني هذه يعني هم كثير للأسف بعض الشعراء النبطيين يستشعر، ما أدري هل هو يستشعر النقص أمام الشاعر الفصيح أو هو يناصبه العداء لأنه الشاعر الفصيح هو أكثر حضور يعني في الذاكرة الثقافية. لكن أنا ما كنت يعني لم هذه لا هذا الرأي ولا ذاك الرأي كان يحد من تجربتي. وبالمناسبة سئلت مرة أنه أنت يعني مفترض أنه النص الفصيح أو النص الشعبي يتوظفه فصيح، وكيف أنت لما تكتب مفترض أنك تختار؟ قلت يا أخي هذا سألني سؤال شاعر عبد الله الصالح في لقاء مرة. قلت له يا أخي شوف، القصيدة تختار أجنحتها. أنا لست متصنعا حينما يأتيني مطلع بالنبطي وأجلس أتصنع أحوله إلى مطلع فصيح، وكذلك في الفصحى. لكن أنا أقول لك أستاذ فهد أنه أنا فعلا مسكون وجدانيا بالفصحى. جميل. لذلك تجدني يعني وجدت فيها آفاق أكبر وأوسع ومدارات صراحة لا تصلها القصيدة النبطية رغم اعتزازي بالتجربة. جميل. وكتبت يا أبو متعب كتبت النبطية في السنوات الأخيرة؟ نعم نعم. ولا زلت إلى اليوم؟ ولا زلت وغدا قد تكتبها، ما عندك مشكلة يعني. ولا زلت أكتب يعني أنا لا أخفيك، كنت يعني أنا في طريق لكم يعني مثل ما يقولون ربنا هجرس لي بأبيات مطلع قصيدة ونبطي، ما عندي أي مشكلة. طيب ولم تكن عقدة بالنسبة لي. نبي نسمع نص فصيح نبطي بعدين نسمع الفصيح. طيب. يا نسيم الليل سلم لي على الغندورة، لا عبثت بشعرها ولا لمست شفاها، جعل ديرتها من أسباب الحياة ممطورة لين يزهر كل درب عانقت أخطاها، جعل ديرتها من أسباب الحياة ممطورة لين يزهر كل درب عانقت أخطاها. يا نسيم الليل قل الكعبة المغرورة، اسمها معنى الغرور وصاب من سماها، من تبخترها تقول اليا مشت مخمورة والخلايق لبوها تنتظر ممشاها، قل لها ما هي على هذا الجفا مجبورة، كيف تنسى الخاف قل لي ما قدر ينساها. يا نسيم الليل قل الكعبة الأمورة، كيف رغم القرب منها ما قدر تلقاها، قل لها لا طالعت في صفحة البلورة وعجبتها في مرايا حسنها سيماها، تذكرن لها على صفحة خيالي صورة من كتبها الشوق لهفة ما قدر تمحاها. الله سلام. الله يعطيك العافية أبو متعب. أنا بسألك عن مقولة أنه القصيدة النبطية ولدت بلا ناقد، وأنه يعني المجتمع يرفض الجانب النقدي، بعد فاصل قصير يعني. جميل. من جديد حياكم الله مشاهدي الكرام مع دروب الشعر، ضيفي وضيفكم الشاعر والأديب والإعلامي عبد الله السميح.
أبو متعب يعني أخذنا الوقت بشكل سريع. نعم. نبي نسأل بسألك عن أنه في ديوان للفصيح ولا يوجد ديوان للنبطي، أيضا أنت رئيس تحرير مجلة التنمية الإدارية في معهد الإدارة والمتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة والإعلام في معهد الإدارة. أنا السؤال الأول عن الديوان ولماذا لم يصدر ديوان آخر، بعدين بسألك عن أنه إلى أي حد هذه أثرت على القصيدة يعني. نعم. المهام الإدارية. نعم، بالنسبة للديوان أنا قلت في بداية الحديث يعني أنا بصدد إصدار مجموعة من الدواوين الصوتية اللي تلائم المتلقي يعني في الشعر الشعبي. أيضا عندي مجموعة شعرية فصحى إن شاء الله قريبا سترى النور. طبعا لا أخفيك أنه العمل الإداري يمتص دائما كثير طاقة الإنسان يعني، بدليل نجيب محفوظ قال أنه لم يشعر بنفسه ككاتب إلا بعد التقاعد يعني، لأنه وصل إلى مرحلة وكيل وزارة. لكن أنا أسألك أبو متعب، أنت اتجهت يعني لدراسة في الإدارة والإعلام ودراستك جاءت في الخارج تتطلب وجود اللغة الإنجليزية وتتطلب يعني جهود وأبحاث، وأيضا حصلت على يعني المركز الأول على مستوى المبتعثين في أعتقد في درجة الماجستير أو شيء من هذا القبيل. كل هذا يعني العمل المضني والشاق يعني كيف تسللت لك القصيدة يعني؟ والله كانت القصيدة يعني هي منتجع الروح أو هي استراحة المحارب. في ظلال القصيدة كنت أجد نفسي كإنسان، أرجع لذاتي. لا يخفى كنا في مجتمعنا يعني نتقمص أدوار ليست لنا أحيانا، لكنه أجد في ظل القصيدة مبتغاي وراحتي النفسية واستقراري الذاتي وتصالحي مع الذات. طبعا أستاذ فهد أنت تحدثت بس على أساس الجانب الرسمي، أنا لا أخفيك أنا قدمت اعتذاري الأسبوع الماضي لمعالي المدير العام مدير عام معهد الإدارة العامة عن استمرار تكليفي كمدير العلاقات العامة والإعلام ورئيس تحرير مجلة التنمية الإدارية والمتحدث الرسمي، ورغبة في العودة للتدريب الإعلامي، وسعت بأنه وافق معالي المدير العام. وأنا أشكره بهذه المناسبة، كما لا يفوتني أن أشكر زملائي على مشاعرهم يعني على المشاعر التي غمروني بها، وأشكر زملائي الإعلاميين الذين كانوا سندا لي طيلة 4 سنوات، إعلاميين وإعلاميات لو لاهم لم أقدم المعهد بالصورة التي تليق به كصرح شامخ إداري. لكن أقول أنه هذا له ضريبة، نعم أثر على حياتي الإبداعية، نعم أثر على حضوري الثقافي وحضوري الإعلامي مع زملاء جميلين مثلك، فما كانت الفرصة لكن أخيرا. طيب نبي نسمع نص فصيح مو طويل يعني، والله عشان نخصص يعني إن شاء الله في المستقبل حلقة خاصة بالفصيح. أنا خليني بعطيك جزء من قصيدة عندما تورق الأغنيات. وهذه ليلة عذراء عابقة بالشعر ينثال في أجوائها المطر، ترقبتها الأماني وهي نائية وظل يضمرها في روحه القدر، حتى إذا أزفت الفيت فتنتها على شواطئك الغناء تنتثر، وأنت في بهو هذا الليل عاشقة ترنو لرقتها الأحلام والصور، والشعر من فيك أنفاس معطرة تكاد من سحرها في الأفق تنتشر، حتى إذا ما اهتززت إثر قافية فوجئت بالنور من عينيك ينهمر. الله الله يعطيك العافية. قلت أن القصيدة النبطية ولدت بلا ناقد، وايضا المجتمع يتعايب كانه يتعايب انه تنقد قصيدتك، كانه العيب في الشخص وليس في النتاج. هذه حقيقة ثابتة يعني، انت لما تقرا القصيدة الفصحى والنقد مدونة النقد العربي تجدها بنيت على تراكمات فكرية
يعني من أيام العهد الجاهلي، فلذلك ثقافة النقد كانت حاضرة وموازية للقصيدة الفصيحة. بالمقابل لم تكن هذه الثقافة النقدية لم تكن حاضرة أبدا، ولا نزعم أنه كان هناك نقاد للشعر النبطي. طبعا فيه طلع في فترة من الفترات بعض الزملاء حاولوا جاهدين، وكنت أنا أشفق عليهم لأنه سيجدون أنفسهم في مفترق طرق. أولا طبيعة القصيدة النبطية لا تحتمل إحالتها إلى المذاهب النقدية، سواء النقدية المذاهب النقدية العربية أو نقد الحداثة أو ما بعد الحداثة. الأمر الثاني أنه يجابه الناقد بإشكالية اجتماعية في أنه النقد يعتبر مذمة، مذمة نعم يعتبر مذمة ويعتبر قدح في ذات الشاعر، نعم. فيما الشاعر العربي يبتهج كثيرا، وأنا ابتهجت كثيرا أن تعرض نقاد بقامة أستاذنا الكبير الدكتور علي سرحان القرشي، الأستاذ خالد الأنشاصي، الأستاذ الدكتور فوزي خضر، مجموعة أسماء تناولت تجربتي الشعرية وأضافت لي، يعني أنا استفدت من ذلك النقد. وأعتقد أنه أيضا الزملاء كانوا منصفين أو النقاد كانوا منصفين، لكن في الشعر النبطي أنا أعتقد أنه هو الناقد سيكون منبوذ من جميل. الشاعر ومن القصيدة. جميل أبو متعب، أيضا عندك عبارة طريفة عن قصائد الورش، يعني يعني كأنه انتقاد للشعراء اللي يكتبون القصيدة في نعم في السيارة في الموتر. يعني شف من حظ شركة من الشركات الآن أنها ما عاد تعلن، لا تعلن أبدا، لأنه لا يبدأ الشاعر قصيدته إلا يتكلم عن منتجات هذه الشركة. فلذلك أنا أعتقد يا أخي أنه لو قصروا قصائدهم قليلا أو ساوموا الشركة لحصلوا على أموال باعتبار أنها إعلانات. صحيح. زين، لأنه يا أخي شوف الشعر كان العربي يصف الراحلة، وكانت تتفاعل الراحلة مع الغناء. وفي الشعر الشعبي لو ابن عمي تطرب الهجن لغناه من كثر ما توحي الصبح وقوائل. الهجن بينها علاقة عاطفية هي وصاحبها وراكبها، ولذلك هي تطرب. لكن حاشا للشعر أستاذ فهد أن يصف إطارات سيارة، يصف طريق أسفلت، يصف كأنك تشم رائحة الزيوت من القصيدة. جميل. طيب نبي نسمع نص لدى شرفنا على الانتهاء من اختيارك أبو متعب. عندي نص قصير، وطبعا من زمان لم ينشر ولم أقرأه في أي مكان، لكنه نص خفيف يعني، وأنا أفهم الرسائل اللي أتلقاها منك أستاذ فهد في أنه يجب أنه أزف الوقت. مزنة، هذه قصيدة اسمها مزنة القصيدة. مرت تهادى كأنها مزنة الصيف، تبرق محاسنها ويهمي بهاها نو من الفتنة، غدت له رفاريف يشفي قلوب أهلل ولع من ضماها. عن وصف مشيتها تموت التواصيف، ويضيع وهج القافية في سناها، غيدا تمايلها يتل المشاغيف، تصدف بحشمتها ويغري حياها في لفتة رحمة وفي لفتة حيف، ودربا تخطت في ثراهي تباها من يوم رفرف حسنها، قلت يا ريف روح عناها من دهرها، دهاها كل العيون لها تزف الغطاريف، والشوق لحن يعزفنه اخطاها بعيونها، حلم مواعيد تسويف واسرار شوق مدركت منتهاها، على جرايرها الهقاوي تناتيف يا قربها، لكن بعيد مداها تسن العذارة غيرها محض تزييف، والحسن كله نفحة من صباها. سلام. الله سلمت أبو متعب. بشكل أيضا سريع، العمل الإعلامي فيما يخص الشعر كيف ترى؟ هل هو يعني يقدم الشعر بصورته الحقيقية؟ هذا سؤال جميل. مشكلة تقديم الشعر سواء في الصحافة أو في الإعلام أنه للأسف لم يكن المقدم يمتلك المهنية الإعلامية،
هو شاعر نعم، وأنا لي رأي حتى، لي رأي حتى في الأندية الأدبية الآن. ليس بالضرورة يا أخوي أن يكون رئيس النادي أديب. رئيس النادي مسؤول عن تفعيل أنشطة النادي، يعني النادي يحتاج مسؤول إداري أكثر من حاجته إلى أديب. أيضا الشعر وتقديم الشعر بصورة مهنية يتطلب الإلمام بالمهنية الإعلامية، وليس بالضرورة أن يكون مقدم البرنامج أو المشرف على الصفحة شاعر، لكنه يلزمه أن يعرف الشعر ويفرق بين البيت المكسور وغير المكسور. لكن اللي يحدث أنه كل الإخوان اللي أشرفوا على برامج أو سواء في الإذاعة والتلفزيون أو الصحف كانوا يبحثون عن نجومية ولم يقدموا الشعر بالشكل المهني. أتمنى أن يكون برنامج دروب الشعر فاتحة في تقديم الشعر بصورة مهنية ودون انحياز لطرف دون آخر، جميل. ودون افتتان بشهرة الشاعر أحيانا. جميل. الشهرة لا تقدم الشعر أحيانا، قد يشتهر شاعر في زمن معين ثم ينطفئ. جميل. أنا في كل الحلقات اللي راحت أنا يعني أزعم أني قدمت في الحلقة هذه، أنت قدمتنا مهنيا وقدمتنا شعريا، أنا شاكر لك. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على متابعة هذه الحلقة من دروب الشعر، كان ضيفي وضيفكم فيها الأديب الشاعر الإعلامي عبد الله السميح. دمتم في دروب الشعر، إلى اللقاء.